مشاهدي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ودعاؤنا لكم بالتوفيق والنجاح والتسديد أينما كنتم في هذه اللحظات. وفد من الإخوة الخليجيين جلس يوما إلى سماحة السيد فضل الله رضوان الله تعالى عليه حوالي عام 2007، وكانت تربطهم بالسيد علاقة وثيقة، حيث كان بعضهم وكيلا شرعيا لسماحة السيد في البلد الذي هو فيه. وفي الجلسة دارت أحاديث متنوعة دينية وسياسية وما إلى ذلك، فبادر أحدهم إلى سؤال السيد: سيدنا، من ترشحون بعد طول عمركم من بعدكم أن يكون في الموقع الذي أنتم فيه؟ أجاب السيد: يا أخي، كل إنسان يصنع تجربته ويصنع حاضره ومستقبله وتاريخه ويثبت جدارته وحده. أنا بنيت تجربتي على مدى أكثر من 50 عاما، فعلى الآخرين أن يبنوا تجاربهم. وللسيد رضوان الله تعالى عليه موقف حول تعلق الناس بالشخص، لأن البعض يرى وكأن هذا الشخص وحده هو القائد ولا قائد غيره، فيقول: أنا أزعم أنها، أي عملية الارتباط بالشخص، حالة شرقية. عندما نرتبط في وعينا بالشخص ثم يكون هذا الشخص عقلا وفكرا وعاطفة وحركة وهدفا ووسيلة، إنها صنمية قد تزيد عن صنمية الحجر. وفي مجال آخر مشاهدي الكرام، وفيما أذكره، أن بعض الشباب كانوا يراجعون السيد رضوان الله تعالى عليه ليسألوه عن الانتساب إلى الحوزة العلمية، فكان السيد ينصحهم بمتابعة دراستهم الأكاديمية ثم الانتساب إلى الحوزة. ولطالما كان السيد في توجيهاته ونصائحه لطلاب العلوم الدينية يرشدهم بقوله: منذ كنت طالبا مثلكم وأقولها لكم الآن، هناك فرق بين نوعين من طلبة العلم. الأول هو الذي يعتبر طلب العلم مهنة يتعيش منها ليأخذ مركزا رسميا أو ليحصل على موقع اجتماعي مادي بعلم أو بغير علم. والإنسان الذي يفكر بهذه الطريقة سوف لن يستطيع أن يحقق شيئا من معناه، ربما يفتح دكانا في أي بضاعة يشاء، وهو بطريقته هذه يحاول أن يستغل أقدس الأشياء في سبيل المال أو الجاه أو ما أشبه ذلك. أما الثاني فهو الذي يعتبر طلب العلم رسالة يريد من خلالها أن يستجيب لقوله تعالى: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. وأنتقل مشاهدي الكرام إلى محور آخر، وهو أنه عندما اشتداد الحملة الظالمة ضد السيد رضوان الله عليه جاءه بعض الإخوة، ومن باب المحبة لفكري ولشخص السيد قائلين له: سيدنا، نحن من جماعتك،
بادرهم بالقول: كلنا من جماعة الحق، وكلنا لا ننتمي لأحد، نحن ننتمي للإسلام. وهذا ما كان يؤكد عليه رضوان الله عليه عندما كان يقول: مشروعي هو الإسلام في خط أهل البيت عليهم السلام، فكراً وحركةً ومنهاجاً والتزاماً في جميع مجالات الحياة. هذه هي أمنياتي كلها، فليس عندي أمنيات شخصية أو ذاتية، ولكن أمنيتي الوحيدة التي عشت لها منذ 50 عاماً هو أن أكون خادماً لله ولرسوله صلى الله عليه وآله وسلم ولأهل بيته عليهم السلام. وفي سياق آخر يقول السيد فضل الله رضوان الله عليه: مشروعي منذ انطلقت في العمل الإسلامي منذ ما يقارب 50 عاماً هو الإسلام، والإسلام في خط أهل البيت عليهم السلام. هذا هو مشروعي الذي عشت حياتي لأجله، لذلك كنت وما أزال أقف مع كل مشروع إسلامي يريد تغيير الواقع لمصلحة الإسلام، ولذلك انفتحت على الحركات الإسلامية كلها والواقع الإسلامي كله وواقع المستضعفين كله. ولكن المشكلة عند الآخرين أن لهم مشروعهم الخاص ويحاولون اتهام الآخرين بالمشاريع الذاتية. ليس في حسابي في كل ما قمت به منذ البداية شيء اسمه محمد حسين فضل الله، فمشروعي هو كلمة الله. وإذا كان ذلك الشاعر الغزالي عمر بن أبي ربيعة يتغزل بالنساء حتى أثناء الطواف حول الكعبة وقد سئل أبمثل هذا الموقف، قال: إني موكل بالجمال أتبعه، فأنا أقول: أنا موكل بالإسلام أتبعه. لذا فإن الذين يتحدثون بهذه الطريقة عليهم أن يحاسبوا أنفسهم ليتخلصوا من العقد التي يعيشونها، وليخرجوا من الأوهام التي يرسمونها لأنفسهم. ويبقى السيد في العقل والقلب والوجدان.